مطول هنا في الدير المغرب. راني باخذ لي 6 شهور ولا بقعد شهر وارجع معك، لكن سلمني على الجماعة اللي في الديرة، انا بقعد هنا عند ابو محمد الهوية الفضيل، بتخليه معك تبينه يا اخوي. انا عيت النعمة وعية البراد وعية الخير، والسكر انخفض، راح السكر، وسعت الخاطر السكر راح راح راح. حتى يا معاوية، حتى يا معاوية، حتى انزل اكبر، ابشر به السعد، ابشر به السعد، حد هرب حي، هرب هرب، حد حد الحياة، حد حي، مرة من سوا شرب السعد، تعرفوا هيا سكر. يعني ما عدامكم اجل اجل ابيض رجعنا عواض وفهد. سيد بالخير ابو عايض. يا مرحبا، يلا حيه، الله يعافيك ويطول عمرك. ما شاء الله، وش ذا الصيد؟ هذه الطيور بانواعها والارانب بانواعها، ما شاء الله، ما تعرف اسفاعتها، من وزتها، من بطتها، بس راحت. هات شفت شيء واجد وعايم في ذا الوديان اللي ما احلى، والري يجي لي اللي اخلاقهم عاليه، المغاربه ونعم اللي اخلاقهم عسل. تعال ابو عايم، يا مرحبا. طيب الله يعافيك. صباح الخير يا ابو فهد. صبحك الله بالنور. يا هلا والله، مرحبا، بيض الله وجهكم على وجهك. صراحه شيء نحمد الله، صور الجلال، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، وقناص وخير وصيد. تفضل خذ معنا مقابله. اللهم لك، انتوا جلستكم ما زال صباح الخير يا ابو ناصر. مرحبا، صباح النور، مسرور، الله يعينكم على الصيد.